تردي علينا، مع انه احنا بنشوف انها كانت قريبه جدا للاحداث اللي كانت حاصله في 2019، احداث القياده العامه وما جرى في القياده العامه. كان فيها لفته بارعه جدا في التمثيل، مش في الفكره حقيقه. فكيف، معلش انا زاني لي اسالك، كيف كان فاشل؟ هل التقييم من عندك انك شايفه انك انه ما قام بالدور المطلوب مثلا؟ لا، ما كان بالصورة المطلوبة في وجهة نظري أنا. الجزء الأول، الجزء الثاني ما كان على مستوى الجزء الأول، وخاصة يعني أي عمل لما يتعمل المرة الأولى مفترض يقيم ويقنن من الجزء الأول. نعم نعم فاللي حصل في عشم 2 ما كان بقدر الطموحات والحاجات اللي أنا كنت بتمناها. كنت بتتمنى ده شنو؟ طبعا لعام. نعم، كنت بتتمنى شنو؟ كنت عايزة شنو وما حصلتوا عليه من خلال الجزء الثاني؟ كنا بنتمنى انه يكون افضل بكثير من الجزء الاول، افضل بكثير من الجزء الاول، خاصة يعني مسلسل العشم كان نقلة في الدراما السودانية. طب من ياتو ناحية، إذا كانت الفكرة مو رهيبة، يعني الفكرة بجد كانت ممتازة. نعم.